حوران على ثرى أرض المنطقة الشمالية الغربية من حوران والمحاذية لريف القنيطرة الجنوبي. تستمر أجواء القصف المدفعي والرشاشات الثقيلة على عموم الريف المحرر للقنيطرة، حيث تنال بلدات المناطق المتاخمة لريف درعا الغربي قصف مكثف بالرشاشات الثقيلة والمدافع بشكل يومي. فقد تعرضت أغلب مناطق الريف الجنوبي للقصف بالمدافع الثقيلة، كما تم أيضا قصف بالمدفعية الثقيلة وقذافل انشطارية تعرضت له كل من التلول الحمر المحررة وبلدة الهجة بريف القنيطرة. أخوي أبو حسين، أيضا قوات النظام قامت في الأمس مساء بإطلاق نار كثيف من مضادات الطيران غرب مدينة الحارة باتجاه الأراضي الزراعية لجهة قرى القنيطرة المحاورة المجاورة، مما أثار الرعب والخوف في صفوف المدنيين. بالنسبة للقطاع الأوسط، فقد تعرضت كل من بلدتي إبريقة وبير عجم لقصف المدافع الثقيلة من سرايا زبيدة وخميسة، مخلفة وراءها دمارا هائلا من ممتلكات المدنيين، ولا أنباء عن وجود إصابات ولله الحمد. على الصعيد الآخر، لتحركات قوات النظام، منذ يومين تم رصد 7 سيارات لكبار الضباط من دمشق وريفها. ترافق سيارتين دوشكا من طريق أوتوستراد دمشق القنيطرة، وكان الاجتماع سري، حيث تم الاجتماع لهؤلاء القيادة في معسكر طلائع البعث لمدة ساعتين. لم تردنا أي معلومات عن تلك الاجتماع. كما تم رصد أيضا قوات جيش النظام تتحصن وتحصن قيادة اللواء 90 في منطقة كوم الوسية، وترفع السواتر وتبني دشم وتحصينات جديدة أيضا بعد تحرير تل الجموع العسكري في المنطقة الشمالية الغربية لحوران. طبعا النظام يبقى على كافة الجبهات متأهبا، ربما يتوقف تقدم المجاهدين أو الاحتلال بلدة ما. كما أفرجت قوات النظام في الأيام القليلة الماضية عن عشرات المعتقلين من أبناء المحافظة، يأتي هذا الإفراج ضمن سياق مرسوم العفو العام. أخيرا أخي أبو حسين، أود أن أتطرق لنداء أطلقناه منذ بدء تحرير تل الجموع العسكري، وكان محتوى النداء إلى كل الكتائب الجيش الحر والمسؤولة عن تحرير تل الجموع العسكري. من ضمن الأسرى الذي تم أسرهم يوجد عساكر كانت متواجدة في التل الأحمر الشرقي، والذي حصلت فيه الخيانة وتهريب الضباط والعساكر الذين كانوا محاصرين من قبل المجاهدين في التل الأحمر الشرقي. طبعا جميع الضباط والعساكر الذين كانوا محاصرين ارتكبوا بحق أهلنا في القنيطرة ودرعا أبشع أنواع المجازر، حرقا وقتلا وكافة أنواع المجازر. وقد تم التعرف على بعض المجرمين منهم بعد أن رأينا صورهم، والذي تم إلقاء القبض عليهم من قبل أبطال المجاهدين في تل الجموع العسكري، وهم الرائد سروان والمتطوع عثمان من تسيل وعبد الله رقيب من حلب. ويوجد الكثير من العساكر الذين كانوا محاصرين في التل الأحمر الشرقي. فعلى الكتائب المسؤولة التحرك فورا لمعرفة وتقصي الحقائق، بدلا من إلقاء التهم على بعض الألوية والكتائب وإثارة الفتنة في المنطقة. كل هذا طبعا يخدم صالح النظام. نطالب الشرفاء والأحرار والقادة والألوية المسؤولة عن تحرير تل الجموع العسكري التحقيق المباشر ومعرفة الخونة ومحاسبتهم والقصاص منهم، فدماء الشهداء أمانة في أعناقنا. أما على الصعيد الإنساني في مختلف المحافظة، تستمر المعاناة على أرض محافظة القنيطرة، حيث تشهد أرض المحافظة لحركة نزوح جماعية لأهل المحافظة درعا وخاصة الريف الغربي باتجاه قرى وبلدات الريف الجنوبي من محافظة القنيطرة، نتيجة المعارك التي حصلت في الآونة الأخيرة من تحرير لتل الجموع العسكري وتحرير تل الجابية وكافة القطع والثكنات العسكرية هناك. حالة إنسانية جدا مزرية تعيشها المدنيون من هذه المناطق بسبب تزايد وتيرة النازحين والمهجرين من ديارهم. تم بناء مؤخرا مخيم الأمل على أرض المحافظة بالقرب من الشريط الحدودي، وما زالت الكوادر التطوعية تعمل على بناء هذا المخيم دون وجود أي دعم إغاثي أو مالي لفكرة بناء المخيم. نقص في المواد الغذائية والمواد الطبية وغلاء فاحش في الأسعار، كما يستمر انقطاع للتيار الكهربائي منذ شهور، ونقص في مادة المياه. حالة إنسانية جدا مريبة ومزرية تجري على أرض محافظة القنيطرة مع انقطاع تام للمنظمات الإغاثية والإنسانية. نعم أخوي حسين، هذه آخر التطورات في محافظة القنيطرة. شكرا جزيلا لك أبو علي الجولاني، مراسل شبكة شام الإخبارية، متحدثا مدينة